السلام عليكم إخوان. بالنسبه للخليط ديالو ها هو جد يعني من الاحسن نخلطو بخلاط كهربائي لتسهيل عمليه التخليط وحنا ما نتعبوش كما تلاحظوا في الصوره يعني سهل. والخليط ديالنا إخوان واجد كما تلاحظوا في الصوره يعني طالوج ديالنا ما طاحش يعني متجانس ومتماسك يعني قاموا بتطبيق على الحائط عن طريق موس إينوكس وطالوج إينوكس. يعني من الاحسن إخوان خدموا بطالوج سهل في التطبيق ديالو يعني نصمروا الإخوان من فوق وهابطين يعني من فوق وهنا هابطين. بعد ما كملنا إخوان الحائط ديالنا يعني ناخذوا الطالوج ديالنا ونقوم بواحد الضربات خفيفة كما تلاحظوا في الفيديو يعني ناخذوا شوية من الخليط ديالنا ونطبقوا على الحائط عن طريق ضربات يعني يكونوا باينين. وبالنسبه لاخوان البوشوار هما البوشوار اللي غنخدموا بهم هما هادو يعني عندنا 4 ديال البوشوار اللي غنوزعهم كامل على الحائط او بوشوار اخوان نخدموا بهم هذا الكبير يعني فيه الاخوان 60 على 40 يعني كان كبير غيساعدنا في الشارج ديال الحائط يعني ما نحتاجوش بزاف ديال البوشوار. والنصيحة الإخوة اللي بغيت نقول لكم هي أن البوشوار ما تعمروهاش كاملة يعني حاولوا تخليو شي بلايص خاوين كما تلاحظوا في الصورة. لاحظوا الآن من غنحيد البوشوار غتلاحظوا بعض الأماكن خاوية فارغة يعني تعطي منظر جميل. كما تلاحظوا الإخوان في الصورة يعني كاع ما كملت لي بوشوار. والآن الإخوان بعد ما كملنا بهذا غنتقلوا لي بوشوار آخرين. لاحظوا معنا الفيديو اخير على بركة الله يعني طبقنا كاع لي بوشوار على الحائط لان البلاصة الفارغة غادي هاد لي بوشوار ما نخلي لكم باش تشوفوها. يعني نشارجيو مزيان من احسن داك اللي مدورين يعني نشارجيهم كاملين يعني تعطيو منظر ما شاء الله كما تلاحظوا معنا في الصوره. ما شاء الله اخوان بعد ما كملنا لي بوشوار كاملين يعني طلعت ما شاء الله في الحائط يعني نخليه يجف واحد 8 ساعات من بعد نعملوا لي واحد حكه خفيفه بطريقه كعيط احرش نمره 80 ولا 100 يعني شكل زخرفي. ننتقلوا الان الاخوان هذا هو الكولور اللي غنخدموا به يعني الزبون ديالنا اختار اللون الذهبي واللي غنطبقوه ان شاء الله على لي بوشوار على الحائط ديالنا. كما تلاحظوا اخوان يعني طلع ما شاء الله كويس جميل يعني ذهبي